هو عبد الله لوحده؟ لا مش عبد الله لوحده، في كذا حد هنتكلم عنهم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان في كذا روايه للاشتباك بين عناصر الجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال في غزه، والجيش المصري. في كذا روايه موجوده بعيد عن الروايات الرسميه او مع الروايات الرسميه. تعال نشوف مع بعض الروايات دي علشان تبقى عارف ايه كل اللي اتقال. الروايه الاولى قالها العميد سمير راغب، قال شاحنه اسرائيليه تخطت الحدود المصريه وتعامل معاها جنود الجيش المصري، وده ادى لاستشهاد عنصر تامين. الروايه المصريه الرسميه قالت ان حدث اشتباك بين جنود اسرائيليين وجنود من حركه المقاومه الاسلاميه حماس، وده ادى الى ترامي الرصاص الى الجانب المصري، وبناء عليه تم التعامل من قبل الجنود المصريين. الروايه الاسرائيليه الرسميه قالت ان احد المجندين المصريين اعتلى تبة عالية وباشر باطلاق النيران تجاه قوة اسرائيلية قريبة منه، مما ادى الى التعامل مع هذه النيران وقتله. في روايات تانية قالها مثلا الاعلام الاماراتي بنقلها عن مسؤول مصري، وقال ان في دبابة اسرائيلية اطلقت قذيفة على برج مراقبة تواجد فيه عنصر التأمين اللي هو عبد الله رمضان، وده أدى إلى مقتله وتم التعامل معهم وقتل جندي إسرائيلي واتجرح 7 آخرين. صحيفة العربي الجديد أكدت عن ونقلت عن مصادر مطلعة أن الرواية الإسرائيلية هي الأقرب للصحة، وأن الجندي المصري مات باستهداف قناصة إسرائيليين، وبناء عليه وبناء على ما ذكرته العربي الجديد فعبد الله رمضان عشري قطب حجي اللي عمره 22 سنة هو اللي بادر بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية، ربما اتحرك وهاله ما رآه في رفح وما رآه من اشتعال للخيام في جثث المواطنين الفلسطينيين اللي هم في الأول وفي الآخر دمنا ولحمنا أشقائنا. تفاصيل استشهاد الجندي المصري في رفح، القاتل قناص إسرائيلي، ده العنوان اللي أوردته جريدة العربي الجديد، إن القاتل اللي استشهد على إيده الجندي المصري هو قناص إسرائيلي زي ما بتقول العربي الجديد. وفي تفاصيلها بتقول وتؤكد إن الجانب المصري لم يبدأ بضرب النار. كشف مصدر أمني للعربي الجديد مساء الاثنين تفاصيل استشهاد الجندي المصري في رفح خلال تبادل اطلاق نار بين الجيشين المصري والاسرائيلي، واكد المصدر نفسه ان الجندي المصري استشهد برصاص قناص اسرائيلي، مضيفا ان القوات المصريه لم تبدا باطلاق النار بخلاف ما ذكرته وسائل اعلام اسرائيليه نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال. قناه الجزيره لما نقلت عن الاعلام العبري ان الاشتباك تم بالاسلحه ولم يكن هناك أي دبابات، ما كانش فيه دبابات في الموضوع، ده بخلاف اللي قالته الصحف الإماراتية اللي قالت إنها نقلت عن مصدر في القوات المسلحة. الشرق الإماراتية قالت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على الجندي وقتلته، وده اللي نفته المصادر للجزيرة زي ما قلت لحضراتكم. طيب القاهرة الإخبارية بتقول إن الاشتباك بين حماس والاحتلال هو سبب قيام الجندي بإطلاق النيران. دي رواية تانية، والقاهرة قناة القاهرة بتتكلم بلسان حال النظام زي ما حضراتكم فاهمين. أما على تويتر الشرق الإماراتية، جريدة الشرق الإماراتية بتقول الجيش المصري قتل إسرائيلي وجرح 7 إسرائيليين آخرين زي ما حضراتكم شايفين معايا على الشاشة. الإعلام العبري بيقول إطلاق نار لإزالة التهديد، وبيعرض تفاصيل عن حادثة تبادل إطلاق النار مع الجيش المصري، والتفاصيل فيها بتؤكد أن الجندي المصري كان يترقب للإسرائيليين وأراد قتالهم. أنا بعرض على حضراتكم وأقول لك اللي قالوا الموقع أو اللي قالته تفصيلا المواقع العبرية. قالت تفاصيل جديدة حول حادثة تبادل إطلاق النار بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري، ولدى إسرائيل توثيق واضح للحادث الذي شوهد فيه الجندي المصري وهو يفتح النار على قواتنا، ومن المحتمل
أن يتم نقل الفيديو أيضا إلى الجانب المصري في إطار التحقيق المشترك. لم يطلق النار على جندي مصري واحد فقط في الحادثة، لم يطلق النار على جندي مصري واحد فقط في الحادثة دون غيره. ووقف الجندي المصري على موقع مرتفع بالقرب من محور فيلادلفيا، وراقب منه قواتنا من مسافة قريبة حوالي 100 أو 200 متر، وفتح النار. وفي إسرائيل يحظى مقاتلو اللواء 401 الذين ردوا بإطلاق النار وأحدثوا أضرار بدعم كامل كونهم نفذوا إطلاق النار لإزالة التهديد، وهو أمر كان ضروريا. هل ده اللي حصل ولا ده تهرب من الجانب الآخر؟ ده كله بيجي في السياق ان احنا بنعرض كل الروايات اللي اتقالت. معاريف قالت، صحيفة معاريف المنتشرة في إسرائيل قالت، الجندي المصري أطلق النار على جنود الاحتلال من مسافة قصيرة، والفيديو موثق بالفيديو، واحنا من هنا بدورنا بنقول يا جماعة يلي عندكم فيديو للحادث لو سمحتوا عايزين نشوفه، عايزين نشوفه. من حقنا كصحفيين وكإعلام حر وكمواطنين، من حق المواطنين عندك يا سيدي انهم يشوفوا الفيديو، ومن حقنا احنا في مصر ومن حق مواطنين انهم هم كمان يشوفوا الفيديو. عايزين نشوف اللي حصل، مين قتل، ويا ترى زي ما بتقول الشرق الإماراتية ان في قتيل اسرائيلي وفي 7 اتصابوا، ويا ترى في ضرب بدبابة زي ما الشرق بلومبرج قالت، ولا كل ده ما حصلش، واللي حصل زي ما الاسرائيليين بيقولوا ان عبد الله رمضان حجي وقف فوق تبته واستخدم سلاحه واطلق النيران على الاسرائيليين وهم ردوا بالمقابل، ايه اللي حصل؟ عموما الوحدة 401 اللي قرينا اسمها دلوقتي في تفاصيل الاخبار العبرية هي اللي اقتحمت معبر رفح، وهي اللي اقتحمت محور فيلادلفيا وبتسيطر على أغلبه إن لم يكن كله دلوقتي. هي نفسها اللي اشتبكت مع الجنود المصريين امبارح.